الدكتور طارق حجي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. مساء الخير. طيب مساء الفل. اولا الف سلامه عليك، يعني طمنا عليك. انا اللي سمعته ان حضرتك في المستشفى. لا الحمد لله بخير، شاكر فضلك وشاكر سؤالك. ده وكمان سمعنا ان حضرتك في روسيا، حضرتك مش في روسيا دلوقتي، حضرتك في لندن صح؟ بالظبط كده. بالظبط كده. طيب نبتدي بالخطاب الديني. حضرتك اتكلمت كتير عن تجديد الخطاب الديني وبشكل مفصل، شايف ان هو المفروض يتعمل ازاي او يكون ازاي تجديد الخطاب الديني في مصر؟ اتفضل. شوف يا ستي، مصر فيها حوالي 200,000 مسجد، فلو قلنا ان ال 200,000 مسجد دول بيعملوا كل مسجد 52 خطبة بعدد ايام الجمعة، يبقى احنا عندنا ما بين 10 و 11 مليون خطبة. دي نقطة البداية اللي بتخلينا نقول ان مفيش اي وسيلة تستطيع ان تؤثر على الناس مثل هذه الوسيلة. يعني لما احنا دلوقتي بنتكلم في التلفزيون او في الاذاعة او بنكتب كتب او بنكتب مقالات، اللي بنوصل لهم لا يقارنوا بهذا العدد. فنحن بنبدأ من ان في مجتمعنا، في حالتنا المصرية، خطبة الجمعة ذات تأثير قوي جدا، لان عندنا 11 مليون خطبة جمعة. يبقى اذا احنا بنبدأ من اهمية الخطاب الديني. النقطة الثانية، الخطاب الديني في مصر، يعني الرئيس السيسي اعتقد انه اول رئيس مصري يتكلم عن هذا العنوان، عن تجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني هو محق تماما، لانه لا يقل اهمية عن المدرسة. يعني المدرسة بتوصل لعدد من الملايين، لكن الخطاب الديني قد يكون هو المنبر الأكبر أو الأوسع انتشارا. فإحنا متفقين إنه هو في غاية الأهمية، وقد يكون إيجابي جدا وقد يكون سلبي جدا. أعتقد أن الخطاب الديني في مصر محتاج إلى أن يلحق بالعصر. يعني إيه يلحق بالعصر؟ يعني كل القيم اللي عاوزين نوصلها للناس عشان الشعب المصري يكون على مستوى الشعوب الأكثر تقدما، نحن نعول على الخطاب الديني أن يساعدنا في هذا، أن يساعدنا في إكبار قيمة التفكير العلمي، في إكبار قيمة العلم، في إكبار العمل الجماعي. القيم التي تقدمت بها الإنسانية ما هيش ملك الغرب أو الشرق، دي قيم الإنسانية كلها وصلتها. يعني مثلا أهم قيم التقدم هي التعددية، ثم قبول الآخر، ثم التفكير العلمي، ثم العمل، التواجد المشترك. احنا عاوزين الخطاب الديني يخدم لنا هذه القضايا. هو احيانا بيخدم عكس هذه القضايا. يعني ما بيتقبلش الآخر، ما بيتقبلش التفكير الآخر، ما بيتقبلش ان يكون في تعددية اصلا، ان يكون في افكار كتير او اتجاهات كتير، ده بيبقى صح. بالنسبة له مرفوض. بالظبط. او على الاقل ما بيساعدناش. يعني حتى يعني احنا محتاجينه ان هو اللي عنده 11 مليون خطبة الجمعة محتاجينه يشترك معانا في دفع. يعني كأننا بنقول احنا زي ما احنا محتاجين التعليم محتاجين الخطاب الديني، لانه الوصول بتاعه وصول كبير جدا وواسع ومؤثر. بالاضافة انه هو مش مجرد 11 مليون خطبة، لا دي 11 مليون خطبة المتلقي مستعد لقبولها من قبل ما يسمعها. ما هو اقول لحضرتك، ما هي الناس برضو مش فاهمة يعني ايه تجديد الخطاب الديني. الناس بتفتكر ان احنا هنروح في حتة تانية خالص، او هنبعد قوي. الناس مش قادرة تفهم ايه هو التجديد الخطاب الديني، مش قادرين يفهموا هو بيتكلم عن ايه، ايه اللي مطلوب. طيب المطلوب ان تشوفي في الـ في الـ في الخطبة التي تلقى يوم الجمعة، فكرة أنها تركز على الجزء الديني البحت مش موجود. يعني هي بتركز بس بنسبة ما، لكن في أمور أخرى. يعني إحنا عاوزينه يخدم معانا في أن هذا المجتمع يلتحق بالعصر، هو عاوزينه يشتغل معانا. بمعنى يعني إيه؟ يعني ممكن الخطبة تكون عن إيه مثلا؟ لو قلنا مثال، يعني على سبيل المثال قبول الآخر. إحنا عندنا في الشعب المصري في بأيا كان،
ثلاث ارباعه مسلمين وربعه مسيحيين، فما بنتكلم عن قبول الاخر بنعمل نوع من التلاحم المجتمعي. ايوه. فاحنا محتاجينه ان هو يعني زي ما التعليم بيرسي قيم، عاوزين الخطاب الديني يرسي نفس القيم. يشتغل معانا، ما يخليناش بمعزل عن الانسانيه.